هنكمل عن الملائكة وبعدين نخش في الشياطين على اعتبار انهم ملائكة وسقر. الملاك ليس له جسد وليس له نفس لكنه روح، والكتاب بيقول في مزمور 104: الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. ولو أن البعض بيقول ربنا بس هو الوحيد اللي روح والباقيين لهم أجسام أثيرية أو حاجات من نوع ده، لكن الكتاب بيقول خلق ملائكته إيه؟ أرواحا. ولما بيتكلم عن الشياطين بيقول الأرواح الشريرة، يعني أرواح، أو الأرواح النجسة، هي أرواح. وبيقول إن الشيطان يستطيع أن يغير شكله إلى شبه ملاك نور، إذن هم أرواح منيرة، لكن لا تعتبر النور المادي، إنما منيرين أرواح منيرة من ناحية الروحية، يعني مش النور المادي ده. وخدامه نارا تلتهب، برضو بيجيب سيرة نار ونور بالنسبة للملائكة دي، من جهة قوة أرواحهم وطبيعة أرواحهم، زي ما السيرافين بيقول عليها الملتهبون بالنار. السيرافين، الشيطان مخلوق مخلوق، لألا ناس يفتكروا في إله للخير وإله للشر، لا، الشيطان أيا كان مخلوق وتحت سلطان الله، مهما قيل عنه أنه رئيس هذا العالم. لكن في قصة أيوب ما كانش بيقدر يتصرف إلا لما ياخد إذن، ما كانش بيقدر يتصرف إلا لما ياخد إذن، ومن غير إذن ما كانش يسمح ليه. وفي قصة لاجئون لم يستطيعوا أن يدخلوا الخنازير إلا بإذن، قالوا ائذن لنا ان احنا ندخل في الخنازير، فاذن لهم. يبقى ما يجيش واحد يقول شيطان يخش في، لا، كلهم تحت سلطان الله. ولذلك الله لانهم تحت سلطانه في وقت من الاوقات اخذ الشيطان وقيده، وفي وقت من الاوقات هيحل الشيطان من سجنه كما ورد في رؤيا 20. هل ممكن يتوب الشيطان؟ أو هل ممكن أن يخلص الشيطان؟ حكاية هل يمكن أن يخلص الشيطان ده بدعة وقع فيها أوريجانوس. معروف أن الشيطان هالك هالك، وموجود في سفر الرؤيا 20:10 بيقول: وإبليس الذي كان يضلهم طرح في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون إلى أبد الآبدين، آمين. إذن الشيطان هيطرح في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت، يخلص دلاء يتوب؟ مش ممكن. ده حتى بعد أن يخرج من سجنه بيقول يخرج من سجنه لكي يضل الأمم، يعني مش خد له درس، لا، ده برضو على رأي سليمان الحكيم: وإن دققت الأحمق في هاون لا تفارقه حماقته. فالشيطان مقاوم لله، مقاوم لملكوت الله إلى آخر الزمان، يعني لآخر الزمان لما هيجي الأنتي كرايست ضد المسيح هيعمل قوات وعجائب بقوة الشيطان وبكل خديعة الإثم في الهالكين. يعني الشيطان سيظل يعمل في الشر إلا المجيء الثاني. يتوب؟ لا، مش يتوب، لأن ربنا منع عنه التوبة أبدا، لأن هو نفسه لا يريد أن يتوب. ها
هو روح ولكنه يخطئ، لأن ساعات الناس بينسب الخطية للجسد ويقول لك الروح لا تخطئ والجسد بيقاوم الروح. لا، الروح ممكن أن تخطئ، ممكن الجسد يقاوم الروح ويسقط الروح في الخطية ويبقى الروح بتخطئ، وليست الخطية وقفا على الجسد فقط. إزاي؟ أهو الشيطان روح وليس له جسد، وهقول لكم خطايا وقع فيها الشيطان ولا علاقة لها بالجسد خالص. خطية الكذب دي مالها بالجسد دي؟ الشيطان كذب وقال لن تموت، بل الله عالم أنكما يوم تأكلان من الشجرة تصيران مثل الله، والكتاب قال الشيطان هو الكذاب وأبو الكذاب. فالشيطان ممكن أن يكذب مع أنه روح، وهنا الكذب بتشترك فيه الروح والجسد ما اشتركش فيه. بالنسبة للإنسان ممكن أن يشترك الجسد على اعتبار بيخرج الكذب من لسانه، فيبقى اللسان اشترك مع الروح، لكن ممكن الروح وحدها تكذب. كذلك ممكن كروح الكبرياء، وزي ما قرت لكم في أشعياء 14، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماء أرفع كرسي فوق كواكب الله أصير مثل العلي. هذه الكبرياء موجودة عن شيطان، والكبرياء ممكن أن تكون خطية جسد بس، لكن بالنسبة للبشر ممكن تبقى خطية روح. يعني قصدي أقول الكبرياء خطية روح، ممكن تبقى روح وجسد. زي واحد عنده كبرياء في روحه ومناخيره في السماء ويمشي كده الخيلاء وحطت يعني جلسته جلسة كبرياء ومشيته مشية كبرياء وصوته صوت كبرياء، والجسد اشترك مع الروح في الكبرياء. لكن ممكن الروح لوحدها تتكبر دون جسد، والشيطان كروح وقع في الكبرياء بدون جسد، ووقع في الكذب بدون جسد، ووقع في الحسد بدون جسد. احنا بنقول في القداس والموت الذي دخل الى العالم بحسد ابليس هدمته. فممكن الشيطان بيحسد بني ادم، يحسدهم انهم بقوا صورة الله ان هيروحوا ملكوت السماوات، والحسد يغلف قلب. خطية روح بلا جسد. الانسان ممكن لما يحسد الجسد يخش في الخط، تلاقي نظرته نظرة حسد والتصرفات والتصرفات حسد. لكن الشيطان وقع في الكذب، وقع في الكبرياء، وقع في الحسد. الكبرياء معروف، والحسد معروف، والكذب معروف. الشيطان ايضا بيقع في خطية الكراهية، والكراهية ممكن تكون خطية روح بدون جسد، فهو بيكره كل انسان بره ويحاول يوقعه. وقع في خطية العناد، فما زال معاند لله ومقاوم. ها خطية العناد والمقاومة ممكن تكون خطية روح وبدون جسد. ففي خطايا بيقع فيها الشيطان بدون جسد كروح. من ضمن الخطايا التي يقع فيها الشيطان ايضا ويخطئ فيها بروح بدون جسد خطية القسوة. لما تلاقي شيطان بيخش في واحد ويعذبه، في قصة لاجئون كان عذاب، يقول لك بيربطوه بالسلاسل وقعد يصح مش قادر، وياما في شياطين بتصرع ناس وتعذبهم ولا يرق ولا يلين لأن عنده القسوة في طبعه. فهو روح ويخطئ بالكذب، يخطئ بالكبرياء، يخطئ بالحسد،
يقصد يخطئ بالعداوة وبالكراهية، يخطئ بالقسوة. كل دي أخطاء بيقع فيها الشيطان. الشيطان روح خالدة أيضا، لأن بيقول لك يعذبون إلى أبد الآبدين. يعني الشيطان إلى أبد الأبد روحه خالدة بتعذب في الأبدية. لكن مع ذلك لكي لا نبخس الشيطان حقه من المديح، نذكر الصفات الجميلة التي يتمتع بها، ولكنه للأسف يستغلها في الشر. يعني مثلا الشيطان ذكي جدا في منتهى الذكاء والحكمة، بشهادة المسيح قال كونوا حكماء كالحيات. والشيطان قيل عنه أن هو الحية القديمة في رؤيا 12 آية 2، بيقول إبليس والشيطان والحية الإيه القديمة. وكانت وفي سفر التكوين بيقول كانت الحية أحيا الحيوانات البرية. والشيطان في منتهى الذكاء، بس بيستخدم ذكائه في الشر. يعني هي صفة كويسة، يعني ربنا لم يحرمه من المواهب، بس هو للأسف بيستخدم مواهبه في الشر. لكن هو ذكي، ذكي جدا وحكيم في الشر. من ضمن صفاته أيضا أنه قوي، قوي له الطبيعة القوية جدا. هو فقد قداسته لكن لم يفقد طبيعته. يعني فقد قداسته أنه لم يفقد طبيعته؟ طبيعته كملاك يستطيع ينتقل من السماء للأرض في لمح البصر، طبيعته زي ما هي. طبيعته كملاك يقدر يتشكل بأي شكل، طبيعته زي ما هي. طبيعته كذكي كحكيم ما وجوده ما فقدهاش، كقوي. الكتاب بيقول على الملائكة المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه. هو لم يفقد الصفات الكويسة بتاعت الملائكة، لكنه استخدمها في الشر. فهو قوي، قوي. في قصة أيوب استطاع ينزل نار من السماء ويهد بيوت ويلخبط. قوي، من يقدر ينكر أنه قوي؟ قوي استطاع أن يضل العالم ساعة الطوفان، ما خلاش حد، يدوبك أسرة نوح والعالم كله كان ضل. ليه؟ لأن الشيطان قوي. في قصة سدوم نفس القوة. في الوثنية التي نشرها في العالم برضو قوي، استطاع ينشر الوثنية وضل العالم كله. حتى الأوثان قيل في المزمور 96 بيقول لأن كل آلهة الأمم شياطين، فاستطاع يكون له آلهة، يكون آلهة ويكون عقائد ويكون مبادئ. عقل كبير بيشتغل، قوي. في الوقت الأخير بكل قوة الشيطان الأنتي كرايست اللي بيسموه المسيح الدجال هيعمل آيات وعجائب بكل قوة الشيطان. يعني قوي حتى في صنع الآيات والعجائب، قوي في استخدامه للسحرة وللعرافين وللمنجمين، وهو بيشغلهم الشيطان، واللي بتوع تحضير الأرواح برضه. يعني ممكن واحد يروح لإنسان بتاع تحضير أرواح ويقول له أنا عايز أكلم جدي، بحب يجي له الشيطان يقول له أنا جدك يا حبيبي، وياخد شكل جده وصوت جده والأسرار اللي بيعرفها جده
الدهان شيطان ده قوي حتى في المواهب، في الشعر، في الفن، في الموسيقى. ده لدرجة الشعراء يقول لك شيطان الشعر، طبعا الشعر بتاع العالم يعني شيطان، ويألف يعني فنان، ويعلم الناس الفن، ويوحي إليهم بصور تغري الناس وتضيعهم. له مواهب، يعني كائن صاحب مواهب. من قوته ان بطرس الرسول بيقول عدوكم مثل اسد زائر، اسد بيزقر يجول ملتمسا من يبتلعه، زي الاسد ده يبقى ايه ده؟ قوي يعني قوي. للاسف خبر مؤسف يعني ما تزعلوش منه. بيقول في سفر الرؤيا صح 13 بيقول اعطي ان يصدع حربا مع القديسين ويغلبهم، عشان كده قاوموه راسخين في الايمان. استطاع ان يضل احكم اهل الارض اللي هو سليمان ويبعده عن الله. بلاش الامثله دي معروفه. قتال، فايتر بتاع حرب، ولا يهدأ ولا ييأس ولا يخاف من احد، ويطرح كثيرين جرحى وكل قتله اقوياء. قتال ونشيط طول وقته، الجولان في الارض والتمشي فيه. لكن من كل ده برضو يعني صفاته الوحشة موجودة، يعني مثلا الكذب، يكذب في أفواه الأنبياء، موجودة في قصة ميخا النبي أيام أخاب، لما كل الأنبياء قالوا له هتروح تنتصر، فوقف ميخا قالوا لا، ده الشيطان تكلم بالكذب في أفواه أنبيائك. عشان كده بيقول في أنبياء كذبة وفي مسحاء كذبة، لأنه بالشيطان بيشغل كل هؤلاء الكذبة. ممكن أنه يظهر لإنسان في أحلام، في رؤى كاذبة ويخدعه، زي الإنسان اللي قال لواحد وقال له أنا جبرائيل الملاك أرسلت إليك، وشكل جبرائيل يعني، بس الراهب ده كان ناصح وقال له أنا إنسان خاطئ لا أستحق أن يظهر لي ملاك، ربما أرسلت إلى غيره وأخطأت الطريق فنجي منه، لكن هو كذاب يعني كذاب. وكذاب دي مش إدانة ولا شتيم، هو فعلا كذاب، ربنا أدانه وربنا هو اللي قال عليه كذاب وأبو الكذاب كمان. وما يزعلش مننا ويعمل لنا إشكال ويقول قلته في المحاضرة كذا، ربنا يستر. الجان، أنا شخصيا أعتقد أن الجان هم مجموعة من الشياطين، يسموهم جان، وتعبير جان ده نشوف جان منين وإن شاء الله أقول لكم جان منين. اتفضل بصدر.